العملية تمت بكل سلاسة على مستوى كافة مكاتب مندوبية الولائية السلطة الوطنية للانتخابات أو مقرات البلديات والملحقات التابعة لها على مستوى ولاية قسنطينة، والمقدرة ب 8 مكاتب خاصة بالسلطة الوطنية و 50 مكتب وملحقة بالنسبة تابعة للبلديات. العملية كانت منظمة جدا بالنسبة لهم. بالنسبة للمواطنين التوافد كان من الساعة الأولى لافتتاح المكاتب أحيانا إلى آخر ساعة من الافتتاح، لا سيما في الفترة الأخيرة حيث أقر السيد رئيس السلطة الوطنية بتمديد العملية إلى غاية منتصف الليل للسماح للمواطنين بإتمام عملية الاكتتاب.